نبتدي معاكم فقراتنا وحياتنا النهاردة، وموضوعنا هو الخلافات الزوجية. كثرة الخلافات الزوجية وكل ما يخص الخلافات الأسرية أكيد بيأثر بشكل أو بآخر على الشخص وعلى الأسرة كده. حوالين الموضوع ده بيسعدنا تكون ضيفتنا للحديث عن هذا الموضوع في ضيفتنا النهاردة دكتورة أمينة الجالي، مدرس مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان. أهلا بك يا دكتور، شرفتين. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة أمينة، فكرة الخلافات الزوجية، وأول ما بنقول خلافات كل الناس بيقولوا أيوة هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه وعايزين يفهموه بشكل علمي شوية. لو حبينا نتكلم عن الخلافات في البداية هنقول إيه؟ في البداية طبعا أنا بشكر حضراتكم على اختيار الموضوع، بصراحة موضوع مهم جدا جدا، وبشكر أسرة البرنامج وبشكر المعدين على إعدادهم لهذا الموضوع اللي بجد أنا بعتبره موضوع في غاية الخطورة وغاية الأهمية. وفعلا الفترة الأخيرة أنا بصراحة يعني سعدت جدا جدا باختيار هذا الموضوع وارتباطه كمان بالبرنامج اللي هو برنامج حياتنا اللي قائم على قضايا متعلقة بالحياة بشكل عام. فعشان نتكلم عن الخلافات الزوجية، أنا الأول عايزة أعرف هو إيه الزواج أصلا. ففي ناس للأسف الشديد بتبقى مجبرة على الزواج وهي مش عارفة هي بتتجوز ليه، ودي المشكلة. وطبعا سوء اختيار، المفترض أنا علشان أتزوج فأنا أختار الأول صح علشان أبني بعد كده حياتي بشكل سليم. فمعروف أن ربنا شرع الزواج، الزواج ده علاقة ما بين رجل وامرأة بيحكمها شرع، ده وثاق دائم بين رجل وامرأة الهدف منه الاستمرارية الحياة. فأنا علشان أقيم علاقة زوجية صحيحة لازم أختار من البداية شريك حياة صح. طب شريك الحياة ده أنا هختاره على أي أساس؟ المفترض ان انا فيه معايير اختيار للشريك ده مرتبطه بيه، المفترض يكون في توافق فكري بينهم، توافق ثقافي بينهم، توافق اجتماعي بينهم، يعني في ود ومحبه بينهم، لان العلاقه الزوجيه بتبقى قائمه على الموده والرحمه، ده ربنا قال كده. فبالتالي انا عشان اجي اختار شريك حياه صح لازم احط الاسس والمعايير دي وابقى عارفه هدفي من الزواج ايه. الناس بتتجوز عشان يا اما هو عايز يتجوز لمجرد ان هو بيتجوز، او عايز يحقق مكاسب من الزواج، سواء اذا كانت مكاسب ماديه او الزوج اللي بيدور على زوجه علشان هي موظفه، او واحده بتتجوز واحد ثاني علشان هي عاوزه مكاسب ماديه منه. للاسف الشديد بتتفاجئ بعد كده ان كل طموحاتها واحلامها اللي هي كانت عاوزاها بتنهار. فبالتالي لا، احنا نختار صح من الاول. في للاسف الشديد بعض الاسر اللي بيبقى عندهم فتيات مجبرة على الزواج، هي خلاص هي فرحت ان في عريس جاي لبنتها فما بيسألوش عليه، فللأسف الشديد بسرعة في عجالة احنا لا عايزين نتمم الزيجة، بعد كده بيقعوا في مخاطر هما ما كانوش متوقعينها قبل كده. او يا اما بيبقى ده في اطار زواج الصالونات، او بيكون في حب في عاطفة وعلى اساسها فقط بيتم الزواج. حضرتك قلتي كلمة مهمة جدا مهمة جدا، التوافق. التوافق هي دي اللي بتجنبنا الخلافات اللي بعد كده، وهي اللي بتجنبنا مشاكل كتيرة جدا اللي بعد كده احنا بنسميها خلافات زوجية. لأن التوافق ده يعني ناس بتكمل بعض، أو ناس فكرها وثقافتها وخلفيتها ثقافية تقريبا واحدة، فبالتالي بيبقى في تفاهم وفي خط كده ما بينهم في القيم، في المبادئ، في الأخلاقيات، في أشياء كثيرة جدا. طيب لو هنروح بقى للخلافات نفسها وازاي بتبتدي، وهل هي بتبقى في البداية خلافات بسيطة وبعدين تتفاقم، ولا بتبتدي ان هي بقى الصدام المباشر بين الشخصيات وبعضها بعد عملية الزواج؟ تمام. برضه انا عايزة اقول لحضرتك ان انا قبل ما اوصل لمشكلة او الخلافات الزوجية، انا عندي طبعا انا قلنا في اختيار شريك حياة انا الهدف منها هكون اسرة. فانا علشان اكون اسرة اللي هي المفروض بين زوج وزوجة، وقلنا الهدف من الزواج اصلا هو انجاب اطفال واستمراريه الحياه ما بين زوج واسره او زوج وزوجه واولاد تحت سكن واحد بيجمعهم التعاون والمحبه والالفه بينهم. فانا تكوين الاسره ده يعني مبني على اسس ايضا برضو عشان صلح المجتمع، واذا فسدت الاسره فسد المجتمع. فعشان كده الاسره علشان تبقى اسره سليمه لازم
يبقى عارفين ان الزوج يحترم زوجته زي ما ربنا قال لنا وعاشرهن بالمعروف. ربنا قال برضو في كتابه ومن آياتي أن خلقنا لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإحنا برضو جعل في بيننا أو أمر بأن يكون في مودة ورحمة بين الزوجين. فده لو مش موجود للأسف الشديد هنقع في الخلافات الزوجية. طيب هننتقل إلى جزئية إيه خلافات زوجية، من أين تأتي الخلافات الزوجية؟ وده بقى لب الموضوع، هو أساس المشكلة نفسها. إن أنا في البداية زي ما قلنا في اختيار الشريك فيه سوء اختيار، فيه عدم تفاهم، فيه للأسف الشديد. طبعا هي إيه أصلا خلافات زوجية؟ ده نزاع بين زوج وزوجة، اختلاف في وجهات النظر بيؤدي بينهم إلى مشاجرة، في منهم من بيتخطاها وفي منهم من لا يتخطاها، فبتؤدي إلى هدم الأسرة. وللأسف الشديد بنوصل لأقصى مراحل اللي هي مرحلة الطلاق. فأنا دلوقتي طب إيه هي الأسباب؟ في كتير جدا من الأسباب، زي تدخل الأهل بين الزوج والزوجة، ده من ضمن المشكلات اللي أنا بشوفها ويمكن بيجيلي أنا علشان أنا الموضوع ده موضوع الأسرة أنا اهتمامي الأول بيه. أنا درست الدكتوراه بتاعتي كانت في وقاية الأزواج المتنازعة من الطلاق، فيمكن واخد مني اهتمام شديد جدا وقوي جدا وخلاني أدخل في المجال الأسري ده وأتعمق في المشكلات الزوجية. يعني أنا قعدت فترة طبعا عشان أعمل دراسة الدكتوراه، فده خلاني أمارس الموضوع دوت اللي هي معالجة المشكلات الأسرية بشكل عام. ولدرجة إن أنا بقيت يعني أي حد عنده مشكلة أسرية أنا بقيت أحب أتدخل فيها علشان أعرف إيه هي تفاصيل حياتهم عبارة عن إيه. فإحنا هنا من ضمن المشكلات اللي كانت بتعرض عليا ألاقي في تدخل الأهل، عدم معرفة أو وعي الزوجة بالحياة الأسرية اللي هي مقبلة عليها، بحقوقها وواجباتها، بأن في المفترض في حق للزوجة عليكي، في إهمال من الزوجة أصلا لنفسها ولزوجها ولبيتها، في عدم حفاظ على أسرار البيت، في عدم رعاية البيت والأسرة بشكل يعني زي كأنها مقبلة على انت مقبلة على حياة زوجية، انت كنت فين من ده. فللأسف الشديد في كلنا في صراع الأدوار ما بين الزوج والزوجة. انا طب صراع الأدوار ده جاي منين؟ للأسف هي مقبلة على الحياة كانت بتمارس دور في قبل ما تتزوج، هي لسه ما زالت واقفة عنده مش عارفة أصلا دورها اللي هي رايحة له ايه. وطبعا المرأة العاملة في صراع ادوار، معامله الزوجه وتقول لك انا بساوي نفسي بالراجل، ومعاملتها للرجل ند بند، يعني انت شغال انا شغاله، انت ليك اصلا حق، يعني هو وافقك على انك تطلعي تشتغلي، بس برضو انا المفترض هنا ليا واجبات، ليا واجبات زوجيه فالمفترض اقوم بيها. طيب عندنا والله في حاجه لفت نظري قوي قوي اللي هي تاهيل. انا عشان اكون اسره لازم يكون لها اعداد وتاهيل، لازم اعد لبناء وتكوين اسره. طب ده ازاي؟ عجبتني قوي فكره عند اخواتنا المسيحيين بيعملوها، وانا والله يعني انا عايز اعملها، وانا بناشد فعلا ان دي تبقى عامه للكل سواء في المسيحي او المسلم او فعندهم بيعملوا ايه بقى حضرتك؟ فكره حلوه قوي لذيذه قوي، اللي هي دورات لاعداد المقبلين على الزواج للحياه الاسريه. بياخد دوره، الدوره دي هي شرط اتمام الزيجه، فان اجتاز الخطيب او الخطيبه او المقبل على الزواج هذه الدوره يؤهل لانه يتزوج. تمام؟ فايه دي يعني ايه انا هعد للمقبلين على الزواج او الخطيب والخطيبه لازم يحضروا للدوره دي، وحصوله على الشهاده دي من شرط من شروط اتمام الزواج. هو في نقطه بس يا دكتور امينه، انه الفكره مش بس طبعا ده مهم ويتعلم، واليوتيوب كمان دلوقتي ما خلاش، والناس يعني بزرار واحد هتعرف اي حاجه هي عايزه تعرفها عن اي حاجه. بتبقى المشكله مش في انه جاهل وعايز يتعلم، المشكلة انه عنده مشكلة في شخصيته او عندها مشكلة في شخصيتها. دي لو 100 دورة ولا 20,000 دورة هتنفع معاها، لان هم مقتنعين انهم صح. فالفكرة ان انا عايز اغير مفاهيم، مش يعني مهم طبعا ان انا اعلم حد مش عارف وافهمه، لكن اللي عنده مفهوم وعايز اغيره له دي مشكلة. حضرتك هنرجع بقى للجذور الاساسيه اللي هي التنشئه الاسريه، البيئه اللي الزوجه دي نشات فيها. للاسف الشديد في بيئات
هي ما فيش وعي. يعني انا عندي هنا دور الام، دور الام فين؟ في ان انا اوعي بنتي اللي مقبلها على الزواج ده بنتي او ابني الاثنين، بالظبط كده، لان كمان باحترامي. بنشوف رجاله مثلا ما عندهمش تحمل مسؤوليه. بالظبط كده، انا مقبلها على حياه جديده، انا فين؟ بدليل ان احنا عندنا دلوقتي الطلاق او المشكلات الزوجيه اللي بتؤدي للطلاق، وانا عندي في كارثه من الكوارث. انا اخر احصائيه لجهاز التعبئه والاحصاء، جهاز المركز للتعبئه والاحصاء لعام 21، في زياده في الطلاق بنسبه طبعا طبعا 14.7 في الموضوع بقى لافت، يعني 14.7% و7.7%، اللي هي ما يعادل 245,777 حاله طلاق، بتزيد عن العام اللي قبله اللي هو عام 2020. فاحنا كده داخلين على مرحله خطره، فانا دي كارثه. فعشان كده انا بجد يعني توجيه، او انا بوجه للاسره اللي عندها اي بنت او اي ولد بجد مقبل على الزواج، وعوهم قبل ما يروحوا، بقى يخليهم يحترموا. ده في كارثه كمان من ضمن الاحصاءات اللي بتقول لي انا عندي الطلاق او المقبلين على الطلاق، بنقول ان في الحضر اكتر من الريف. انا عندي ماشي الريف، والريف فيها برضو، ودي مشكله بتتضح اكتر في انت عارفه في الريف اللي هم بيتزوجوا في بيوت عائلات، فالمشاكل هنا بتكتر اكتر، طبعا، انت لان فاهماني؟ احنا مش برضو مش بس بنقيس على الطلاق، لان الطلاق ده نهاية الخلاف، لكن في خلافات كتير مسكوت عنها جوه الاسرة ومحصلش طلاق. بالظبط فمش بالظبط، بس الطلاق ده، كمان في ابواب مقفولة على مشاكل كبيرة. ففكرة ان انا نقطة مهمة جدا كمان بنحب ان احنا نوجه ليها، هي الاهتمام بالمظاهر في بداية الزواج. بالظبط بنهتم بالفرح، وبنهتم بالبوفيه، وبنهتم بالمعازيم، وفستان العروسة اللي ب15,000 جنيه و20,000 جنيه، وبدلة العريس، وهنجيب العفش منين، ولازم الناس وطنط سنية وطنط فلانة لازم يقولوا ان فرحنا ما حصلش، ولازم قرن كامل يقعد يتكلم عن هذا الفرح، وبننسى حاجات مهمة كتير جدا، منها اخلاقيات الزوج والزوجة، منها طباع الزوج والزوجة، منها مفاهيم الزوج والزوجة. ونبتدي بمجرد ما بيخلص كل ده نبتدي نشوف المفاجآت. بعض على حقيقتنا بقى، بالظبط بالظبط، وتبتدي المشاكل. ده هنا اللي بنقول عليه بقى الزواج اللي بيقوم على الغش والتدليس. للأسف الشديد حتى المظاهر الكذابة اللي بتظهر ما قبل الزواج، حضرتك دلوقتي ده في مفاجآت، يعني فجأة تلاقي لما الطلاق بيتم تقول لك أصل أنا ما كنتش أعرف، يعني هو جالها العريس وهم للأسف الشديد لا اكتشفوا لا سلوكه ولا بيحصل مفاجآت. أصل إحنا اكتشفنا ده بعد الزواج. يعني ايه اكتشفت ده بعد الزواج؟ انا في عندي فتره خطوبه، هو فتره الخطوبه دي هي اتعملت ليه؟ لدراسه الطرفين لبعض. المفروض ان انا يعني الهدف برضو من الجواز انا بقوي العلاقات الاجتماعيه بين الطرفين. ده للاسف ده في من ضمن المشكلات عدم احترام الاهل طبعا يعني دي بجد، يعني انا ما اعرفش الزوجه ودي بقى ارجعها فعلا للتنشئه الاجتماعيه. انا واحده مقبله على زواج، فبالتالي انا اعرف احترم اهل زوجي كويس قوي. من ضمن المشاكل اللي بتيجي يعني حتى كمان سوء معامله الزوجه لحماتها، يا في بيوت العائلات ده كتيره جدا جدا، هي يعني مش عارفه ان دي ام بديله، انت دي ده المفروض انت تشيليها فوق دماغك. ده بجد مشاكل للاسف بتظهر بشكل قوي جدا. فانا عشان كده انا بقى يعني طب ده جاي من ايه؟ من ضعف الوازع الديني عند الطرفين. انا بجد ده ربنا يعني اهتم بالأسرة وبرعاية الأسرة بشكل غير عادي. ده خصص ليها سورة كاملة في القرآن اللي هي سورة النور، اللي فيها جميع فيها الأحكام اللي تخص مظبوط. الأسرة. طيب لو قلنا إن في خلافات، إيه أنواع الخلافات اللي أنا ممكن أعديها وابتدي إن أنا أشوف هتعامل معاها إزاي إذا كنت هتروح لمتخصص؟ احنا عندنا مشكلة فلانة الفلانية، والمتخصص ده بنشوفهم كتير دلوقتي في إرشاد أسري وفي مكاتب بالظبط للإرشاد الأسري، وهنبتدي نعالجها ازاي وهنحلها ازاي ونتجاوزها ونبقى أحسن. وإيه الخلافات اللي لأ يعني هتفضل هي القاسمة للعلاقة الزوجية؟ بس حضرتك هو في للأسف خلافات بتبقى على أتفه الأمور دي، إمتى تتحل؟ هي بين الزوج والزوجة، انهم يقعدوا ويراجعوا نفسهم فيها ويبقى في حلقه نقاش بينهم. الحوار هو اهم شيء. بالظبط كده، هما لو في تفاهم اصلا وفي ود وحب بينهم مش هيوصلوا للمرحله دي.
احنا في ضغوط حي. بصي لا يخلو بيت الا طبعًا. من الخلافات الزوجيه. اي بشر عايشين مع بعض لازم في خلاف. الاخوات بينهم خلاف، الاسره الواحده بين الاب والام والولاد، طبيعه البشر طول ما في حراك وفي تفاعل لازم هيحصل خلاف. بس هي بتفرق هنا بقى، هي ده بقى الفروق الفرديه بين البشر. يعني في اللي بيقدر يتخطى ده، يقدر بيبقى مستوعب ان الامر ده امر عادي. ويعني مثلا واحده كزوجه عندك ظروف اقتصاديه، احنا البلاد بتمر بظروف اقتصاديه للاسف الشديد، انت كواحده عندك مهاره تدبير ظروفك طبقا للمرتب زوجك او الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها اسرتك، انت تبقى دي مهارتك في ازاي تدبري بيتك ومنزلك و و يعني في المفترض عندك مهاره في اداره العلاقات الاجتماعيه، انا ازاي ادير علاقه اجتماعيه، ازاي احب اهل جوزي، ازاي ازاي ازاي. ففي مشكلات للاسف اللي هي بقى حضرتك بتقصدي بيها، امتى نصل بيها الى حد يرشدنا الى الصح فيها او لمستشار بمعنى او مرشد لو احنا مش عارفين نحل. دي اللي هي المشكلات اللي احيانا احنا بنقول عليها لو ما تحلتش هتوصل بينا للطلاق. ففي كتير من الستات عندها موضوع الغيرة، بتغير قوي 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 على زوجها. احنا الغيرة موجودة والغيرة مطلوبة، بس تكون غيرة محمودة. بتبقى شاكة في زوجها، في مشاكل للأسف الشديد بتبقى ناتجة عن إدمان الزوج للمخدرات أو انحراف أخلاقي أو خيانة زوجية. فهل أنت متأكدة أن زوجك بيخونك؟ هل أنت متأكدة ان غيرتك دي هي غيرة في محلها؟ هي دي الحالة الوحيدة. عارفة كل ما دون ذلك انا بعتبره امور تافهة، ما دون الجزئية دي واللي هنتكلم فيها بالتفصيل اللي هي حاجات بقى اختلافات مادية، اختلافات على اتفه الامور اللي هو ده اهلك بيعاملوني ازاي، ده انت اهلك بيعاملوني ازاي، ده مفيش مشاعر الحب والود بينهم اللي ممكن بلطافة منك انت. الزوج ده على فكرة ما يكون كلمة حلوة ممكن توديه وتجي. فأنت كأنثى فكرة الذكاء في التعامل مع المشاكل كده. بس برضو مهم يا دكتور ان يكونوا هما الاثنين عايزين يحلوا، مش طرف منهم يقول لا والله انا كده ما بتغيرش حضرتك اتصرفي، او العكس والله هو انا كده حضرتك اتصرف. طول ما الطرفين مش عايزين يوصلوا مع بعض البر الامان مش هننجح. هو لازم يبقوا الاثنين عايزين عندهم الفكرة بتاعت ان احنا عايزين نحل مشاكلنا دي عشان نعيش كويس، لكن طرف متجمد وبيقول لا انا ما بتغيرش هو انا كده وانتي تصرفي، وطرف تاني هو بس اللي بيحل، عمرنا ما هنحل مشاكل بالمنظر ده. ما ده اللي بنقول عليه بقى، عشان المركب تمشي احنا لازم يبقى في طرف فينا يتنازل عن حاجة. يعني لازم انا، وده انا بحملها اكتر لا للزوج. الطرفين يا دكتور مش استمر كده طول الوقت، بس الطرفين يتنازلوا عن اشياء علشان نتخطى. انا احمل على الزوج. بصي اللي ماسك زمام امور الاسره هي الزوجه. الزوجه مقام اول، هي من تتسبب في انجاح الحياه الزوجيه صدقيني. لان انت لو بتعاملي زوجك بطريقه، وده راجل بيتعب وبيشقى وبيجري على اسرته وفي ضغوط عليه، انا دوري فين كانثى؟ انا دوري فين كزوجه؟ اقصد انا المفروض اهيئ له الجو، اهيئ المناخ الاسري، يعني اللي يخليني اعيش في 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 استقرار. فالزوجه بجد عليها دور كبير جدا. انا اكاد اكون انا بقول انا حاطه له نسبه 90% من انجاح الحياه الزوجيه يتوقف على الزوجه بجد. انت ممكن قوي ده، انت حتى لو شاكه فيه، لو شاكه فيه ومش متاكده اعمل نفسك مش واخده بالك. حتى لو بيخونك وانت مش متاكده اعمل في حاجات لا يغتفر لها. انا من ضمن مؤيدي ان انا زوجي لو بيخوني اعمل وقفه. في ناس تقول لي يعني في من ضمن المشكلات اللي بتعرض يعني لا ده بيخوني، لا انا مش قادره استحمل. في النزاع دائم بسبب الجزئيه دي. انا في حالات زي ما ربنا احنا بنقول الطلاق حرام، احنا مش لا هو اتشرع في حالات معينه. الحالات المعينه دي لو استمرت الحياه او استمر الزواج فيها او بيها، لا للاسف الشديد الناتج هيكون سلبي. الناتج على الابناء لو عاشوا في مناخ اسري بتسوده النزاعات وبتسوده الخلافات وبتسوده التلفظ بالالفاظ للاسف الشديد احنا بنسمعها، والضرب والاهانه. وانا لا، هنا الطلاق هو الحل، هنا بيجوز الطلاق.
انا لو بتعرض عليا مشكله وهلاقي فيها ده، لا انا الطفل لو اتربى، احنا عارفين ان الخلافات الزوجيه اثرها اصلا اساسا بيبقى على ايه، على الاطفال اللي الأطفال ضايع، طبعا طبعا. الاطفال ضايع في النص. فعلشان كده احنا بنقول لهم يعني حرام عليكم بجد. يعني انا اليوم السبت اللي فات انا قابلت، كنت في احدى دور الرعايه، قابلت اطفال ناتج عن التفكك الاسري. والله العظيم انت لو شفت الحالات اللي انا شفتها تقولي حرام عليكم يا زوج ويا زوجة، بطلوا خلافات وعشان أطفالكم، يعني عشان خاطر ربنا أولا، يعني حطوا ربنا في ذهنكم في مقام أول، ثم أطفالكم اللي بتشرد اللي بيتربى في بيئة زي كده. أنا المنتج بتاعي عندي بعدين طبعا للأسف. طبعا طبعا. يبقى هنقول انه في بعض الخلافات اللي انا ممكن اقعد واتحاور واحلها، وحكم من اهليه وحكم من اهلها، بالظبط. ونجيب الحكماء اللي في الاسره ونقعد ونحل، بس برضو بشرط ان يكونوا الاثنين عايزين يحلوا. وفي خلافات هنوصلها لمتخصص يساعدنا في حلها، وفي خلافات بتنتهي عندها الحياه الزوجيه. مظبوط كده؟ ايوه. وبعدين بلاش العناد. انا بصي في دراسات اثبتت اقصر او اقصر الحياه الزوجيه الفاشله سببها الست العنيده بجد. العند ده يعني، والرد على الزوج، وند بند، رد كلمه بكلمه، الاعتراف بالخطا مهم جدا جدا، ان انت تعترفي بخطئك، ولازم ما تقعدوا مع بعض وتعرضوا المشكلات على بعض. اعتراف ايه؟ انت ليه بتعنيدي؟ انت تقول لك لا انا مش غلطانه، وتفضل مصره على رايها انها حتى لو هي غلط، لا انا عندي ان انا مش غلطانه. فالاعتراف بالخطا مهم جدا، انهم يعني ده هيوصلها بجد لحلول المفروض ان انت تبقى معترفه بيها. احنا دايما بنحب نوجه الكلام للطرفين، لانه مش بس الزوجه اللي احيانا بتبقى عنيده، ما احيانا برضه بيبقى الزوج عنيد. فكره ان احنا مش مين فينا اللي عمل ايه، احنا عايزين نحل، واللي عنده المشكله يحلها، لكن ما نقولش انه في طرف هيبقى هو اللي عليه كل المسؤوليه والطرف الاخر لا، لان دي مركب ليها اتنين مجدفين بالظبط. هما اللي بيحركوها. اي ما اقدرش اقول ان طرف فيهم هو اللي يبطل عند ويبطل تجاهل ويبطل كذا، والطرف التاني قاعد مكتف ايديه ما بيعملش حاجه. اي حد في الطرفين نشوف لان اي مشكله هي ليها طرفين، تمام. مفيش حد بيتخانق مع نفسه. ايوه. فطول ما المشكله فيها طرفين، يبقى الطرفين محتاجين ان هما يقوموا العيوب اللي عندهم عشان المركب دي تمشي. يعني ايا كان اللي عنده العند او ايا كان اللي عنده المشكله فين، نبتدي نشوف ده يتنازل شويه وده يتنازل شويه عشان الامور تستمر. بالظبط كده. طيب كلمه اخيره حضرتك تحب تقوليها واحنا بنختم لقاءنا النهارده. والله انا يعني انا كان نفسي بجد اقول ازاي نحل الخلافات دي، انهم يعترفوا زي ما قلنا بخطاهم، ما ينسوش الود بينهم، ما ينسوش الفضل بينهم، لا تنسوا الفضل بينهم. ويمكن انا كلمه اخيره، انا كان على مواقع التواصل الاجتماعي وانا كنت بتابع، كان عجبني قوي حالتين مقبلين على الطلاق، فكان في حضور المأذون وفي حضور الزوج والزوجة اللي هم متشبثين جدا وعايزين يطلقوا. فدي كانت لفتة عملها قوي المأذون وهو موجود، ان محضر ورقة وقلم هنا للزوج والزوجة وقال لهم قبل ما نطلق افتكروا حاجة حلوة لبعض. انت افتكر 5 حاجات حلوة ليها، وانت افتكر 5 حاجات حلوة ليها. وفي النهاية فعلا ابتدوا يسجلوا، وخرج هو وخلاهم يتبادلوا الحاجات دي، فابتدت هنا الامور تتحل. انت فاكر الحاجات دي، انت فاكره الحاجات دي، فرجاء نفتكر حاجه حلوه، بلاش نقف عند حته، عند حاجه واحده بس اتعملت مش كويسه مقابل حاجات كتيره جدا اتعملت حلوه. مظبوط طبعا. الحاجه الثانيه اللي بقول لهم يعني قربوا من ربنا، اعرف دخلوا ربنا في النص، يعني مش في النص ده، في مقام اول، مقام اول انا ربنا شوفوا فيك التصرف ده يرضي ربنا ولا لا. بالظبط كده. انا اصلا ما هدف الزواج ايه؟ ارضاء ربنا، ارضاء الله، ده مقام اول في هدف الزواج. صحيح. علشان كده لو فكرنا بالطريقه دي ممكن مبقاش في خلافات اصلا. اكيد طبعا. احنا اكيد. بنشكرك جدا، بنشكر دكتوره امينه الجالي مدرس مساعد بكليه خدمه اجتماعيه باسوان، شكرا جزيلا، شرفتينا. شكرا، شكرا جدا لحضرتك، شكرا.